أول ما يحاسب عليه العبد. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر. الله أكبر. ولذلك أحبابي شرع الله لنا في الصلاة، لأننا ما نرضى على خشوعنا جميعا، شرع لنا من جنس الصلاة نافلة. صلاة النافلة ترقع ما نقص من الفريضة. وإذا رأيت أحد الناس لا يأبه بالسنة الراتبة كما قال الإمام أحمد وغيره: اغسل يديك منه.